بالنسبة للمقابلة ديال المنتخب المغربي ضد المنتخب الكندي، ما كانتش مقابلة سهلة كيف ما توقعنا نظرا لقوة المنتخب الكندي اللي ظهر في اللقاءين الأوليين، خصوصا ضد المنتخب البلجيكي في اللقاء الأول حيث كان ممتاز. المنتخب المغربي في هذا اللقاء تنظيم دفاعي كذلك، وحاول أنه يستغل أخطاء كيف ما استغل زياش الخطأ ديال الحارس وسجل بلقطة رائعة الهدف الأول، وفي الكرة الثانية اللي جات من هجمة مرتدة وتمريرة رائعة ديال الحكيمي اللي كان رجل اللقاء بالنسبة للمنتخب المغربي، بين الكفاءة ديالو وبين التجربة الكبيرة والخبرة ديالو في هذا المجال. تمريرة رائعة للنصيري اللي طلب الكرة واستغل تقل ديال الدفاع ديال المنتخب كندا، وبذلك سجل الهدف الثاني. ومن هجمة اللي من الهجمات القلال، يمكن واحدة ولا جوج في الجولة الأولى، كان نايف أجرد سجل، وبالتالي انتهت الجولة الأولى بفوز المنتخب المغربي بـ2-1. هذا الفوز كان مهم، لأن الجولة الثانية عانى فيها المنتخب المغربي، خصوصا أن المنتخب الكندي منتخب اللي ما كان عنده، كان متحرر من جميع القيود وحاول يلعب كرة ويرفع النسق اللاعب وشكل خطر كبير للمنتخب المغربي. لكن استماتة ديال بونو والأصدقاء وتنظيم دفاعي جيد كذلك ديال المنتخب المغربي هو اللي خلى المنتخب يحاول يحافظ على نتيجة اللقاء اللي انتهى بـ2-1 صالح المنتخب المغربي، وبذلك يكون فوز مهم جدا، لأن المغرب في مجموعة اللي كان متوقع أنه يمروا منها جوج الفرق الأوروبية اللي من خيرة الفرق العالمية كرواتيا وبلجيكا، كيتصدر المجموعة بدون خسارات، تلقى هدف واحد واستطاع أنه يسجل 4 أهداف. كنظن أن المنتخب المغربي حقق المبتغى ومر من مجموعة صعيبة بأداء قتالي ورجولي كبير وبتناغم جميع المكونات ديال المنتخب المغربي، وبالتالي فالمنتظر أنه يلاقي تاني المجموعة اللي غادي يكون منتخب كذلك أوروبي قوي جدا، مجموعة اللي كان منتظر كذلك أنه يدوز من جوج الفرق الأوروبية اللي قوية وعندها وصالت وجلت في ميدان كرة القدم في البطولات العالمية وفي البطولات اللي شاركت فيها كلها، إسبانيا وألمانيا. المنتخب الياباني يخلق المفاجأة بفوزه على اليابان على ألمانيا وعلى إسبانيا، وبالتالي كيمر هو المتصدر في المجموعة ديالو وإسبانيا ثانية. إذا المنتخب المغربي غينتظروا لقاء قوي جدا مع منتخب من خيرة المنتخبات العالمية إسبانيا، بكرة اللي كتعتمد على تمركز لاعب هجومي خطير جدا. كنظن أن منتخب المغربي ينتظروا لقاء في 16 نهاية كأس العالم اللي غادي يكون لقاء قوي أمام منتخب قوي، لكن وليد الركراكي واللاعبين وجميع مكونات المنتخب مستعدين لهذا كأس العالم، وكاين تفاؤل كبير، وكنطمحوا إن شاء الله نمشيو أبعد ما يمكن في هذه المنافسة بإذن الله.